في 10 أيام من طوفان الأقصى انقلب السحر على الساحر وحققت فصائل المقاومة في غزة انتصارا غير مسبوق، فشل معه الاحتلال في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي، وبقيت حركة حماس التي تريد إسرائيل وأمريكا تدميرها أكثر قوة وصلابة، وفي الوقت الذي يوغل فيها الاحتلال في دم أهالي غزة الذين يتعرضون لجرائم حرب وخرق واضح للقانون الدولي، بعد أن أسقط الاحتلال ما يوازي ربع قنبلة نووية على غزة حسب المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان، تواصل واشنطن دعمها التام وغير المشروط لإسرائيل، حتى أن جو بايدن يعتزم القيام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل، وكأنه لا يرى بشاعة وفظاعة الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، رغم تخوف واشنطن من حرب إقليمية لن تكون رابحة فيها. ولكن في نفس الوقت تعزز الولايات المتحدة قوتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لمنع انتشار الصراع الدائر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في قطاع غزة. فهل يجر الاحتلال واشنطن إلى حرب إقليمية في المنطقة مع إيران وأذرعها العسكرية في وقت تخسر حربها الإقليمية الأخرى في أوكرانيا وتقف على حافة ثالثة مع الصين في تايوان؟ وهل حرب المقاومة في غزة ستعيد رسم خريطة المنطقة؟ كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير ثم نعود لنفتح باب النقاش. لو لم تكن إسرائيل موجودة لكنا وجدناها، هكذا تحدث الرئيس الأمريكي جون بايدن لأول مرة عقب طوفان الأقصى بخطاب لم يختلف عن أي متشدد يميني في إسرائيل. لكن وبمرور الأيام تذكر الرئيس الأمريكي فيما يبدو أن هناك طرفا مهما في المعادلة، وهم الشعب الفلسطيني، خاصة بعد أيام من موجات الوحشية التي قصفت بها إسرائيل غزة. بدأ الأمريكيون ومنهم رئيسهم الحديث قليلا عن حق الفلسطينيين في الحياة والحرية، لكن الدوافع قد تبدو أعمق وأبعد من يقظة إنسانية في البيت الأبيض. يواجه بايدن انتخابات قادمة وتبدو كل لحظة محسوبة، وهو الآن يواجه العراق السابق. هل كانت مقاربة باراك أوباما للشرق الأوسط، وهي ما يقال أنها سياسة بايدن أيضا، أم سياسة دونالد ترامب المؤيد لإسرائيل بلا حدود؟ وكذلك فإن المعارضة الحكومية العربية لوحشية إسرائيل في رد فعلها على طوفان الأقصى خففت من اندفاع الأمريكيين بالتأكيد، دون أن ننسى الحسابات الإقليمية وشبح إيران والوجود الروسي في سوريا والطموحات الصينية للعب دبلوماسية أنشط، ما يعني ضرورة تموقع واشنطن في موقف أفضل من محض الانحياز. فبعد أيام طويلة أجرى بايدن اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتحدث عن حق الفلسطينيين في الحياة وفي إقامة دولتهم كما قال، كما تذكر مثلا أن غزة تحوي بشرا مدنيين يجب تجنيبهم مصير القتل والفناء. ولكن حديث بايدن مع عباس ترافق مع دعاية إسرائيلية بأنها ستسلم السلطة في غزة لحكومة عباس أو هيئة دولية بعد إنهاء حماس كما قال نتنياهو. وبهذا فمن الواضح أن تغير الخطاب الأمريكي ليس صحوة ولا يقظة ضمير أو شعور، بل خطوة سياسية نحو استراتيجية ومخطط قادم، وأن المطلوب فقط أن يبقى في المشهد من يمكن أن يساعد لتحقيقه. من المؤكد والمعروف أن مخططات كثر في أدراج المخابرات والساسة لقطاع غزة والشرق الأوسط الجديد عموما، لكن من المفهوم أيضا أن تحولات الخطاب الأمريكي هي أيضا ضمن قوالب جاهزة لتتوافق مع المرحلة وضرورات التوقيت. أما حق الفلسطينيين فهذا ما يجب أن يتكفلوا به بأنفسهم. إذن للحديث أكثر عن محاور هذه الجزئية من التغطية انضم إلينا من فلسطين الكاتب والمحلل السياسي المستشار زياد الأيوبي، ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي محمد بوصير. مساء الخير وأهلا بكما ضيوفي. أبدأ معك المستشار زياد الأيوبي، وفيما يخص الدعم اللامشروط والتدخل الأمريكي في حرب الاحتلال على قطاع غزة، هناك تعزيزات للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ككل. إذا ما صحت ونشرت أمريكا فعلا 2000 جندي حسب المعلومات الأخيرة التي نشرت وول ستريت جورنال عن مسؤولين بالبنتاغون، بأن هذه القوات المخصصة ستقدم المشورة وخدمات أخرى ليس من بينها الدور القتالي، ولكن اليوم التساؤل ما هو الضامن أن لا تدعم هذه القوات المخصصة، ونتحدث عن
عن 2000 جندي بالضامن ألا تدعم جبهة القتال التي فتحتها إسرائيل على قطاع غزة. مساء الخير لك أختي زينة ولضيوفك ولكل المشاهدين. يعني دعيني أبدأ من مشاركة بلينكين في اجتماع مجلس الكابينت الإسرائيلي وهو مجلس الحرب اليوم. في اعتقادي وزير خارجية دبلوماسي يجتمع مع عسكريين يخوضون حروب، هذه رسالة كبيرة جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل غريب عجيب، يعني لدرجة أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم بولاياتها الحقيقية، لا تهتم بفلوريدا كذلك، لا تهتم بكاليفورنيا، لا تهتم بنيويورك بالطريقة التي يتم الاهتمام فيها بهذا الكيان الاحتلالي الغاصب. بكل الأحوال من الواضح أنه بايدن حسم أمره ويوجه المساعدات المالية والعسكرية لحماية أمن إسرائيل. لا شك أنه هو يخوض جمار انتخابات، وبالتالي لا يمكن أن ينجح في هذه الانتخابات إذا ما أثبت للجمهور اليهودي في داخل الولايات المتحدة أنه القادر على حماية هذا الكيان الإسرائيلي. بالتالي وقوفه إلى جانب إسرائيل بهذا الشكل له علاقة بالدعاية الانتخابية. النقطة الثانية، عندما يقول أنه نحن لم نرسل جنود ليعملوا بالعمليات الحربية على الأرض، وإنما نحن نرسل خبراء ومستشارين وإلى آخره. أنا في اعتقادي أنه هذا التصريح له علاقة أو موجه للرأي العام الأمريكي الداخلي، للمواطن الأمريكي، بأنه أنت تعلمي أن المواطن الأمريكي دفع ثمن كبير في حروبا كثيرة للولايات المتحدة الأمريكية، في سواء في العراق، في أفغانستان، في الكثير من الدول التي ذهبت أمريكا لتحارب فيها، والجندي الأمريكي هناك إما أسر وإما قتل وإلى آخره. وبالتالي اليوم المواطن الأمريكي كثيرا ما يقلق، أو الأمريكيين ما يقلقون على أبنائهم الذين يذهبون للحرب خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا التصريح له علاقة بتهدئة الأمور والأوضاع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أما سيد زيد، في الحقيقة ابقى معنا، لا، هنالك جنود وهنالك قواعد عسكرية أمريكية موجودة في منطقة الشرق الأوسط، أكيد، وهذا منذ سنوات وليس الآن فقط. فقط نتحدث عن التعزيز وعن 2000 جندي الذين سيصلون إلى الشرق الأوسط. بهذه النقطة أمر مع سيد محمد البويسير المحلل السياسي. أهلا بك سيد محمد. إذا ما صح فعلا ونشرت أمريكا 2000 جندي، فهذا تناقض في التصريحات، حيث يقول بايدن أن إسرائيل سترتكب خطأ كبير إذا احتلت غزة، وأشار إلى أنه لا يرى ما يدعو لمشاركة قوات أمريكية في حرب الاحتلال على غزة. برأيك كيف يمكن تفسير هذا التناقض في التصريحات الأمريكية بخصوص التدخل العسكري في الحرب على غزة؟ أهلا بك وبجمهورك الكريم وضيوفك الكرام. طبعا الموقف الأمريكي السيء المحابي لإسرائيل هو نتاج أساسا لزمن طويل، يعني استطاع الصهاينة المسيحيين أولا، لأن كثير منا لا يعرف أن الحركة الصهيونية هي حركة بروتستانتية أصلا، هي حركة مسيحية، وأن هي تؤمن بأنه لا يمكن أن يأتي المسيح المذكور في التوراة إلا إذا عاد اليهود وكونوا دولتهم في إسرائيل، وهذا كلام القرن 17 و18، ثم أقنعت بها اليهود، واليهود تبنوها كحركة قومية وذهبوا وأخذوا فلسطين واحتلوها وقمعوا أهلها واعتبروها أرض موعودة لهم في التوراة ومن حقهم. إذا نحن نتحدث هنا على أمور ذات، يعني المتدينون الأمريكان البروتستانت وهم الأغلبية طبعا أكثر من الكاثوليك، يؤمنون بحق ديني لإسرائيل في فلسطين. يعني حتى أن العديد يتحدث اليوم أن الحرب أصبحت حرب دينية.
لا عفوا خلي ما نوضح شوية كلامي، لو حضرتك تعطيني دقيقة واحدة بس. نضيف إلى هذا أن 2% من سكان أمريكا اليهود هم أكثر اهتماما بالعلم وبالنجاح في عملهم من كل الأقليات الأخرى، وبالتالي في كل مجال في الولايات المتحدة تجد الأفضل والذين في المقدمة هم اليهود، وهم أكثر حديثا عن موضوع الشرق الأوسط من أي حد أخرى. العرب لا ينافسونهم لأسباب كثيرة، من ضمنها أن العرب يأتون من مجتمعات تجرم العمل السياسي، وبالتالي قليل العرب الذين يهتمون بالدخول في السياسة في الولايات المتحدة. الآن الجيل الجديد العربي الذي ولد في أمريكا يختلف. أمس كنا في مظاهرة نحن كبرى في دالاس، الحقيقة أنا فرحت أن الأغلبية كلهم تحت 30 سنة، أغلبية من تظاهر أولاده كثير منهم لا يتحدث حتى العربية، ولكن يحمل علم فلسطين ويحمل قضية فلسطين في قلبه ويحاول أن يعرف عنها. إذن الموقف الحكومي الأمريكي ليس غريبا على الجو العام، ولكن دعني أقول لك أن هذه هي الولايات المتحدة. ولكن لماذا التناقضات في التصريحات برأيك سيد محمد أبو يصير؟ لا، هذه تفاصيل يا أستاذ أمنية، ولكن الهجمة الإسرائيلية الأولى بعد يوم 7 أكتوبر وقدر الأكاذيب الذي وضع في القنوات الإعلامية الأمريكية التي جعلت جاري مثلا هندي يسألني يقول لي يعني صحيح ذبحوا الأطفال، يعني هي الآن بدأت تتساقط ببطء، واليوم نحن CNN رويترز أسوشيتد بريس كلهن هيئات أمريكية كبرى تتحدث على جرائم التي ترتكب في غزة اللي أكثر من سكان نصف سكانها أطفال. إذن حرية التعبير في الولايات المتحدة حتى عندما يخرج الرئيس ويكذب تعود عليه CNN والواشنطن بوست يقول أنت كذبت وما شفت صور. فهنا هذه فائدة الحريات في هذه المجتمعات المفتوحة. أنا أؤكد لك أمس واليوم هناك يعني وكثير منها يعود إلى المظاهرات الكبرى التي خرجت في كل أمريكا تحمل الأعلام الفلسطينية وصارت بمنتهى التحضر والتمتن، ولم تكسر لا شباك ولا تشتم حد، جعلت من كثير من الأمريكان يعيدوا التفكير ويسألون لأنهم لا يعرفون القصة. الأمريكي بطبيعته لا يسأل على الأمور الدولية، هو حياته هو المحلية فقط. طيب سيد محمد بوسير ابقى معنا بهذه النقطة التي أثرتها بخصوص يعني المواطن الأمريكي الذي كان له موقف أو رد فعل بخصوص حديث بايدن عن قطع رؤوس أطفال إسرائيليين. أمر مع سيد عاشور شوي، الوزير الداخلية الأسبق ورئيس تيار ليبيا للجميع. مساء الخير وأهلا بك سيد عاشور. إذن هذه التضليلات في بعض الخطابات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين حتى الآن، يعني هناك تبني للخطاب الإسرائيلي المتطرف من البيت الأبيض، الهدف منه هو يعني القضاء على حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب. برأيك هل هذا سيجعل أمريكا اليوم تدفع ثمن دخولها في حرب إقليمية شاملة في وقت لديها كما تحدث ضيفنا سيد زيد الأيوبي ملفات داخلية وخارجية أخرى تثقلها، وفي وقت أبدت واشنطن أيضا هي نفسها خشيتها من تدخل إيراني محتمل علنا وتتسع دائرة الحرب؟ لا، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الدعوة الكريمة، تحية تقدير واحترام لضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء. يعني اسمحي لي أن أجاوب بطريقة أخرى، يعني لو نبي نحل الواقع اللي احنا فيه الآن فيه دولتنا دولة فلسطين أمريكا، لو تشوف الموقف الأوروبي الأمريكي والعربي والأوروبي، الموقف العربي الموقف الأوروبي والأمريكي، أمريكا متبنية إسرائيل من البداية، ومع الآن لما نشوف التصريحات الأخيرة وكأن الكارثة في إسرائيل وليس في شعب فلسطين اللي الآن واصل لمرحلة من خلال الهجوم المضاد، أو إسرائيل تدعي أنه هو دفاع عن نفسها. شوفي أطفال، شوفي مناطق أبيدت بالكامل، مباني، مستشفيات إلى آخره. الدول الأوروبية الآن بكل موقفها مؤيد إسرائيل، وللأسف البعض منها متبني القضية الليبية وكأنه سوف يحل مشكلة الليبيين.
وعظم موقفهم مع دولة عربية، أنا لا أتكلم عليها كدولة عربية، وتكلم عليها كدولة محتلة وفي نفس الوقت يعني قاعدة تحت حمى قنابل بالآلاف أو بالأطنان أو إلى آخره. دولة محتلة ودولة أخرى هي دولة نووية الآن خلقت وأصبحت من الدول التي تملك حتى السلاح النووي وتملك من العداد والإمكانيات ضد شعب شبه أعزل. الجانب الثاني اللي هو العربي، العربي للأسف موقف سلبي لأول مرة نشاهده بهذا الشكل. الكل لديه مصالحة، الكل خايف على منصبه، الكل خايف على اقتصاده إلى آخره. الآن أغلب الردود العربية ليست في مستوى المسؤولية. المواطنين العرب، الشعوب العربية أين هي الآن؟ يعني أن مش مطلوب منك أنك تعدي جاهل. خرجت مظاهرات مليونية عمت معظم العواصم العربية سيد عاشور شوي. خرجت مظاهرات مش بالشكل المطلوب، مش بالشكل المطلوب. وارك أنا يمكن أنا كمواطن طيب. في ليبيا شفت في تونس، شفت مدرسة من المدارس قاعدة أغاني وأناشيد فلسطينية في أول يوم دراسة لها بعد العدد. هذه وصلت لنا نحن هنا وهم في فلسطين، لكن الموقف ليس كما هو نتمناه. طيب سنعود إلى هذه النقطة فيما بعد والمواقف العربية بخصوص ما يحدث في غزة. أعود معك المستشار زيد الأيوبي. سيد زيد، تحدثت منذ قليل عن زيارة أنتوني بلينكين، وكنا رأينا هذه الزيارة التي كانت في عدد من الدول العربية. برأيك لماذا تراجع أنتوني بلينكين فجأة عن خطته الإسرائيلية لتهجير أبناء القطاع إلى سيناء بعد جولة عربية لحشد التأييد؟ برأيك هل هذا يعني أن الهجمة الأمريكية الداعمة لتل أبيب على جميع الأصعدة في طريقها إلى الفشل وأعطى نتائج عكسية؟ فهو موضوع تهجير، خطة تهجير أهالي غزة إلى سيناء، هاي خطة نشأت في سنة 2000 وضعها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في ذلك الوقت، اللواء اللي بقول عن حال اللواء طبعا لواء جيورا آيلاند. هذه الخطات يعني إذا بتعطيني وقت أشرح سريعا للمشاهد عنها، هي تقضي بأن توافق جمهورية مصر العربية على منح الفلسطينيين بقعة من الأرض مساحتها حوالي 720 كيلو متر مربع بطول حوالي 40 كيلو متر مربع وبعرض 24 كيلو، بحيث يكون في هناك تشرف على البحر الأبيض المتوسط من جهة سيناء. بكل الأحوال هذه الخطة قد فشلت. لماذا فشلت؟ لأنه الفلسطينيين رفضوها، القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن رفضها رفضا قاطعا، وأيضا الدولة المصرية مع الاحترام والشعب المصري والقيادة المصرية مع الاحترام لهم أيضا تصدوا لهذه الخطة بشكل كبير، وتحدوا الإرادة الإسرائيلية والإرادة الأمريكية كذلك. حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني تحدث عن إمكانية تنظيم مؤتمر دولي بشأن الحرب في غزة ودعوة بايدن للمشاركة فيه. برأيك، وأنت تحدثت عن الدور المصري، برأيك هل تحاول مصر اليوم العودة إلى قيادة يعني هذا الملف في المنطقة؟ يعني خليني أحكي لك أنه الشعب الفلسطيني يثق كثيرا بالدور المصري والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجنيب الفلسطينيين وإيلات الحروب التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة وعلى أهالي الضفة. مواقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية واضحة بلا شك، وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، رفضهم لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إصرارهم على إدخال المساعدات الطبية والغذائية لأهالي غزة، ورفضهم حتى فتح أبواب معبر رفح
لخروج الرعايا الأجانب من غزة دون السماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية. وسبق للدولة المصرية أنها أوفدت وحدات من الجيش المصري للمشاركة في إعمار غزة بالحرب الأخيرة، بالإضافة لأنه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة بتبرعات مالية وصلت إلى نصف مليار في بعض المرات، رغم ظروف مصر الاقتصادية إلا أنها وقفت إلى جانب قطاع غزة وإلى جانب الفلسطينيين، وهي اليوم حقيقة هي التي تدير ملف هذا الصراع الحقيقي والحرب الأخيرة. نحن كفلسطينيين لا يمكن لنا أن نستغني عن الدور المصري، باعتبار مصر هي يعني رائدة الأمة العربية ودورها مؤثر جدا ويتصاعد، وبالتالي نحن كفلسطينيين نثق بالدور المصري ونحترمه ونقدره كثيرا في هذا السياق. هناك حتى من يقول أن الدور الذي تقوم به مصر اليوم هو محاولة لمراجعة حتى علاقاتها مع واشنطن، ونحن نتحدث عن العلاقات ونتحدث عن ما يجري في غزة، العديد يتحدث اليوم عن حرب إقليمية. بهذه النقطة أعود معك سيد محمد بويسير. الكريملين يقول أن هناك احتمال أن يتحول الصراع في فلسطين إلى حرب إقليمية، الآن دخول روسيا على الخط والتي لديها مواقف بخصوص ما يجري في غزة، كيف تنظر أمريكا برأيك إلى الدور الروسي والصين أيضا، حتى هي التي دخلت على الخط ودعت واشنطن للعب دور مسؤول للتوصل لتسوية يعني سياسية، هل هذا ممكن أثار أيضا مخاوف واشنطن وجعلها اليوم تتخبط وتتضارب حتى في التصريحات من مسؤوليها؟ هو احنا لازم اولا لكي يكون يعني يكون ما اقوله مفهوما ان نحدد ما هي الاغراض الاستراتيجيه الحقيقيه لواشنطن من هذه الازمه. رقم واحد اطلاق سراح الرهائن الامريكان. يعني كان بلينكن يتصور انه سياتي المنطقه ويعود ب 17 او 18 امريكي الموجودين، وهذه نقطه كبيره توضع لرصيد الرئيس بايدن في الانتخابات القادمه انه الذي عاد بالرهائن، لان لو تذكري ان من اسقط كارتر في انتخابات ضد ريغان هي الرهائن اللي كانوا موجودين في إيران. رقم اثنين هو أن تمنع توسع الحرب عن طريق أن تأتي بقوات تخيف أي طرف آخر يريد الدخل، وأنا لا أتحدث عن حزب الله لأن حامل الطائرات لن تقاتل حزب الله، ولكن حاملات الطائرات ستقاتل إيران إن رأت أن تتدخل، وهذا هو الاحتمال الأكبر. الغرض الثالث اللي هو يدور ولا تحدث عنه بعض المصادر الصحفية الأمريكية الذي يدور تحت الطاولة، إن محاولة استيعاب الغضبة الإسرائيلية الأولى وما خرج من أغراض استراتيجية غير ممكنة التحقيق اللي هي إنهاء حماس، وإن هي يعني محاولة وقف المغالاة، وبدأت تطلع الآن تصريحات في قصة إن الفلسطينيين والأطفال والكلام هذا حتى على لسان الرئيس بايدن، واليوم رئيس وزراء بريطانيا اللي هو أيضا صوت آخر للموقف الأمريكي. إذا يجب أن نفهم هذه، طبعا أمريكا تخطط في إطار وجود عداء كبير بينها وبين الطرفين اللي تعتبرهم خطر على الولايات المتحدة حسب كلام وزارة الدفاع الأمريكية، اللي هي روسيا والصين. موقف الروسي والصيني من هذه الأزمة الآن يصاغ بشكل يجعل من روسيا والصين أصدقاء للعرب، ويجعل من الأمريكان أعداء للعرب، وهذا أيضا موجود في ذهن الناس اللي تشتغل في مجلس الأمن القومي الأمريكي وتلاحظ هذا الأمر. فبالتالي دعينا نقول الموقف الأمريكي متحرك يدور في إطار هذه الأغراض الثلاثة اللي تحدثنا عنها، إطلاق الرهائن، منع توسع الحرب، ومحاولة كبح الغضب الإسرائيلي وجعله في إطار مقبول، والقبول بأنصاف حلول لا يجب أن تكون إنهاء حماس. وهنا يعني نتنياهو عندما يعلن إنهاء حماس، أنا أؤكد لك أن حكومة نتنياهو ستسقط قبل أن تختفي
حماس من الساحة في غزة. طيب سيد محمد البوسير، من الواضح وحتى حسب تحليلك أن الصراع اليوم بات إقليميا ويتعدى ما هو دائر في غزة. برأيك إذا حدث اجتياح بري لقطاع غزة وهو ما تستعد إليه قوات الاحتلال بدعم أمريكي، ما هي السيناريوهات المحتملة خصوصا بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني الذي نبه وقال أنه لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة، وأن أيدي جميع الأطراف في المنطقة ستكون على الزناد؟ يعني اليوم كل هذه التصريحات كيف يمكن تفسيرها؟ ما هي السيناريوهات القادمة التي يمكن أن تكون؟ الاجتياح هي كلمة واسعة جدا، يعني أن تدخل إسرائيل مسافة كيلومتر أو اثنين من منطقة بيت لاهيا وشمال غرب وشرق غزة وأن تصور جنودها وكذا قد يحدث، ولكن الحديث على اجتياح كامل أنا أستغربه. وأعتقد، وأنا سألت ناس تفهم في القصة العسكرية أكثر مني، يعني قالوا لي ناس مختبئة تحت الأرض في خنادق وفي أنفاق تستطيع أن تصطاد الدبابات بالصواريخ المضادة للدبابات وتسبب خسائر أكثر، وإسرائيل لا تحتمل قصة الخسائر. المقاومة الفلسطينية في غزة هي جزء من الشعب الفلسطيني، يعني إحنا عشان نتحدث ماذا سيحدث غدا، ما هو موقف الشعب الفلسطيني؟ الضفة الغربية موجودة في قلب إسرائيل، يعني البعد بين جبل المكبر وبين تل أبيب 14 كيلومتر فقط، يعني لا تحتاج إلى صاروخ، تحتاج إلى حيطة توصل إلى تل أبيب. إذا قامت الضفة الغربية بدورها في دعم إخوانها في غزة، إذا قامت المقاومة اللبنانية بدعمها، الأمر لا يحتاج إلى انتقال إلى حرب إقليمية، الأمر سيحسمه الفلسطينيون. وهذا أمر، وأنا لا أستغرب عن الفلسطينيين أن يوم اللي يبدأ الاجتياح البري سنسمع أمور كبرى تحدث في، يا إما في الضفة اللي هي في قلب إسرائيل، أكرر هي في قلب إسرائيل، الكنيسة الإسرائيلي لا يبعد على القدس الشرقية ولا يبعد عن رام الله أكثر من بعد يعني البركة عن بنغازي، يعني أحياء من مدينة واحدة. إذا هذا هو الحليف الأساسي للشعب الفلسطيني، ثم يأتي بعد ذلك الغلاف العربي. الغلاف العربي، الأنظمة العربية هذه المرة وقفت وعملت حائط صد، هناك حائط صد بدأ أمام بلينكن من قطر إلى السعودية إلى مصر، والرئيس المصري لأول مرة يعطي درسا في التاريخ لبلينكن، لأنه قال له نحن لم نؤذي اليهود، أنتم من أذى اليهود، الأوروبيين من أذى اليهود. إذا نحن أمام هذا. ثم لدينا إيران التي إن دخلت هي حليفة روسيا، إيران هي التي تزود روسيا بالطائرات المسيرة. طيب، إذا هذه ليست حرب إقليمية، ستكون حرب عالمية أو جبهة ثانية في الحرب العالمية القائمة في أوكرانيا، وننتظر فتح جبهات ثانية، ولكن لا أعتقد الأمور ستذهب إلى ذلك. أنا أعتقد أن الغضب الإسرائيلي أيضا سينخفض، ويبدأ التفكير بالعقل، ويبدأ التفكير فيما سبب المشكلة. أساسا صحفيين إسرائيليين كتبوا في أرز، أنا قرأتها، يتحدثون ابحثوا عن سبب المشكلة. أنتم أغلقتم على هؤلاء الناس. بناء على ما كنت تتحدث عن السيد محمد البوسير، أعود مع السيد عاشور شوي، الوزير الداخلية الأسبق ورئيس تيار ليبيا للجميع. سيد عاشور، الجهود الدبلوماسية الدولية ركزت على منع اتساع نطاق الصراع وخاصة إلى لبنان كما ذكر سيد محمد البوسير، ولكن الأخبار المتواترة من الحدود اللبنانية تظهر مدى سخونة هذه الجبهة، خاصة بعد قصف إسرائيل مزارع شبع عشية اليوم بالفوسفور الأبيض. هو الموضوع زي ما حكى الأستاذ محمد، موضوع خطير جدا من جانب، من جانب آخر إسرائيل يعني على قدر ما لو هي بروحها منفردة ممكن الشعب الفلسطيني ودول العربية اللي لازالت تذيع النخوة بإمكانهم أن يواجهوها، ولكن القضية أن إسرائيل وراء أمريكا، أول قرار خذت أمريكا هي البارجة أو حاملة الطائرات اللي هي جت بالمواجهة، أيضا هناك من يحاول أن يخليها أن إيران هي اللي تدعم بحزب الله وحزب الله يدعم بمش عارف قسام أو إلى آخره. القضية الآن تحولت إلى قضية الشعب الفلسطيني كله. الآن في محاولة زي ما قال ضيف أول، هي محاولة قاعدة واضحة اللي هي تهجير الشعب الفلسطيني. لو استغلوا هذه الفرصة وهجوم تم من
هذه الكتائب على المستعمرات المحيطة بغزة أو إلى آخره، قد تستغل إسرائيل ومن وراء إسرائيل إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وعنا كارثة كبرى. أيضا لا أستبعد زي ما قال ضيفك، لا أستبعد أن تتحول إلى حرب إقليمية أو حتى حرب عالمية، لأن أمريكا ومن معها ليست وحدها في الساحة، هناك دول أخرى نعتبرها كبرى، روسيا، الصين والعديد من الدول الأخرى. طيب سيد عاشور، تحدث ضيفنا سيد محمد بوسير منذ قليل عن المواقف العربية، تحدث عن الدور المصري خاصة اليوم، وكما ذكرت منذ قليل أن هناك مظاهرات مليونية عمت معظم العواصم العربية وكانت بمثابة الاستفتاء ضد التطبيع والسياسات الحكومية الرسمية للدول، سواء الموقعة لاتفاق سلام إبراهام أو التي في طريقها إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. برأيك هل يمكن أن تعيد إسرائيل هذه التحركات إلى مكانها السابق كعدو للأمة والعقيدة، ويتغير الشرق الأوسط فعلا وتترجم هذه الرسائل؟ هو اللي بيقول لك، يعني أتمنى الضغط العربي خاصة الشعب العربي يجب يكون أقوى من هو الآن. أيضا أغلب الدول العربية يجب يكون لديها مواقف أقوى، مصر مفروض عليها الأمر، لأن مصر معبر رفح وإلى آخره، هي الآن مصر جزء من هذه المشكلة قد تنتقل إليها، إلى مصر بالذات. هذا من جانب. لبنان الآن في خطر، لأن قضية حزب الله، ولكن إسرائيل لن تتوانى عن ضرب باقي بعض المدن اللي هي قريبة من حدودها، قد تصل إلى آخره. فالقضية الآن يجب تحرك. أنا شفت أكثر من يعني في حراك من العديد من الدول، أكثر من الدول العربية. أنا شفت بدري خبر يتداول على أن كولومبيا، إذا كان صحيح هذا الخبر، وزير خارجيتها طلب من وزير خارجية إسرائيل المغادرة. أيضا شفنا مجلس النواب أو مش عارف شو أسماه في إيرلندا، أحد النواب لابس الكوفية وقاعد يقول في كلام لم أسمعه من عربي. أيضا نائبة في فرنسا نفس الكلام. أتمنى هذا الكلام ليس على الحكومات فقط، وإنما على السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى الشعب. يجب أن يضغطوا ويتحركوا وتوصل هذه الرسالة، ويستغلوا الصحوة اللي خلال اليوم وأمس بدينا نشوف فيها في العديد من الدول في العالم. طيب شكرا لك سيد عاشور شويل، ابقى معنا نتابع تقرير الآن عن جرائم الحرب ما بين التوصيف القانوني والتأجير السياسي، ثم نعود لنتحدث بخصوص هذه النقطة. حين يندلع القتال ويتشرب العنف في أي مكان من العالم، يحرص الجميع على إظهار إنسانيتهم ومعاييرهم الأخلاقية بمزاعم احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين ونسبة الأخطاء للطرف الآخر بالقيام بها أو التسبب فيها. لكن وسط انتهازية الخطاب الإعلامي السياسي، يتم الخلط بين عدة مخالفات ليست كلها على سياق واحد. فجرائم الحرب تختلف عن مفاهيم الجرائم ضد الإنسانية وكذلك الإبادة الجماعية، فلكل منها توصيف قانوني مختلف وواقع أكثر اختلافاً عن الآخر. لا يعتبر القانون الدولي قتل المدنيين بحد ذاته جريمة، فمن الممكن أن يكون مما لا يمكن تفاديه، كما أن جريمة الحرب لا تقع إلا وسط قتال فعلي، بينما الجرائم ضد الإنسانية والإبادة قد تقع في زمن السلم أيضا. وللتفصيل، فجريمة الحرب تقع حين يكون العمل العسكري غير ضروري أو حتمي، حتى لو أدى لقصف بيوت أو مدارس إذا كان ذلك ضروريا من الناحية العسكرية. وفي قطاع غزة ومع الاكتظاظ السكاني يستحيل تجاوز قتل المدنيين في عملية عسكرية كانت، وهذا ما يزيد الخلاف والجدل. ولكن القانون يضع معايير توضح متى يمكن وصف العمل العسكري بجريمة بتوظيف ثلاثة مبادئ، وهي التمييز والتناسب والحظر. فعامل التمييز يجبر القوات على الفصل بين المدني والمسلح، أما التناسب فهو ضرورة اشتراط التعادل والتكافؤ في ردود الفعل، فلا يمكن الرد بغارة جوية على حي سكني ضد حامل سلاح متوسط مثلا. أما الحذر أو الاحتراز فهو القيام بإجراءات مسبقة لمنع الأضرار بالمدنيين مثل الإبلاغ أو طلب الإخلاء. وفي غزة، حتى عندما طلبت إسرائيل الإخلاء،
اعتبر الصليب الأحمر أن نداء الإخلاء نفسه غير قانوني لاستحالة تنفيذه، فلا توجد أساساً منطقة تستوعب المشمولين بالإخلاء، كما أن المنطقة كلها مشمولة بالعمليات العسكرية. وكذلك فإن شرط التناسب الذي يبدأ من نوعية الأسلحة والذخائر لهذا، وبعد أيام طلب الرئيس الأمريكي من إسرائيل وبخجل وارتباك أنه من المهم حقاً أن تعمل إسرائيل رغم الغضب والأحباط، أن تعمل من خلال قواعد الحرب. وعلى كل حال فإسرائيل ليست عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بها بعكس الفلسطينيين، فهل يثبت جرم الضحية ويفلت الآخرون؟ إذن ما يقوم به الاحتلال لا يمكن أن يكون إلا جرائم حرب ومحاولة لإبادة جماعية. أعود معك سيد زيد الأيوبي. سيد زيد، رغم أن الاحتلال حظي في الأيام الأولى بدعم غربي لا محدود، إلا أن المجازر التي ارتكبها أجبرت بعض الأصوات على الاعتراف بحقيقة انتهاكاتها، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، ودعتها إلى ضرورة احترام القانون الإنساني والدولي. ولكن إسرائيل لم تلتزم. برأيك لماذا اليوم إسرائيل لم تستمع لأي من هذه الأصوات، وبماذا تستقوي برأيك؟ يعني خليني أحكي لك، إحنا تعودنا على أنه كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الكثير من الجرائم والفظائع بحق الشعب الفلسطيني، سواء كانت مجازر، تطهير عرقي، تهجير قسري، خليني احكي لك اساءة معاملة الأسرى، الاستيلاء على الأراضي، الحرمان من ممارسة حريات العبادة في مدينة القدس، الكثير الكثير الحقيقة من الجرائم التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصا التزامات السلطة القائمة بالاحتلال وفقا لمعاهدة لاهاي لعام 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة. وبالتالي كل العالم يرى كل هذه الفظائع منذ أكثر من 75 عام إلى الآن، رغم وجود محكمة جنايات دولية ورغم وجود إمكانية لتطبيق مبدأ كونية الجرائم، أي أن الدول، هنالك بعض الدول وخصوصا الأوروبية بما فيها المحاكم الأمريكية، قضاءها الداخلي يسمح بمعاقبة من يرتكبون أو يثبت ارتكاب جرائم بحقهم، ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حتى ولو لم يرتكبوها ضد رعايا الدولة. يعني القانون الفرنسي يسمح بمعاقبة قادة الاحتلال، القانون الأمريكي، القانون البلجيكي، القانون البريطاني، القانون السويدي، القانون الألماني أيضا، كل هذه الدول قوانينها الداخلية تسمح بمعاقبة قادة الاحتلال. عندما يتقدم الشعب الفلسطيني أو مواطن فلسطيني لهذه المحاكم بشكوى ضد قائد إسرائيلي أو مجرم إسرائيلي قتل، سواء قتل طفل أو قتل شاب فلسطيني أو ارتكب جريمة من الجرائم الموصوفة في القانون الجنائي الدولي، بكل أسف يتم إغلاق الملف ويتم إغلاق القضية، وكأنه لا يوجد قضية وكأنها لم تكن أصلا من الأساس، تماما مثل ما حدث في الشكوى ضد شارون في النرويج وفي بريطانيا. تقدم المواطنين الفلسطينيين بشكاوى ضد شارون وبقدرة قادر، يعني بكل أسف أنه القضاء الامريكي، عفوا القضاء البلجيكي والقضاء البريطاني، بعد ان عين جلسه للاستماع تراجع عن ذلك وانتهت القضيه وكانه شيئا لم يحدث. بكل اسف هذا العالم الحر، هذا العالم الذي يدعي انه حرا، هو الذي يحتضن هذا الاحتلال بجرائمه، بفظائعه، بكل ممارساته اللا أخلاقية واللا قيمية، وهو الذي اليوم يعترف بهذا الكيان بحقه بالدفاع عن النفس، ولا يقر للشعب الفلسطيني حقه بالدفاع عن نفسه وعن أراضيه وعن كرامته.
طيب سيد زايد، بما كنت تقول أمر مع سيد محمد البويسير، سيد محمد البويسير اليوم كما يقول سيد زايد الأيوبي أن الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل لديها تاريخ، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما تاريخ طويل في انتهاك القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب. برأيك هل يجب أن يترك الشعب الفلسطيني اليوم بيد الاحتلال وداعمه أمريكا التي نصبت نفسها قبلة لحقوق الإنسان؟ أنا أعرف أن مثلا باعتباري أنا أيضا أمريكي جنسية ومهتم بالسياسة وناشط سياسيا حزب في الولايات المتحدة الأمريكية، كل الذين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان وفي العراق وكشفت هم في السجون الآن، بما فيهم قائدة الشرطة العسكرية في العراق التي كانت مسؤولة على التعذيب في أبو غريب. يعني عندما تبرز الوسائل الإعلام الأمريكية الذي أبرز أبو غريب هي واشنطن بوست، ويأتي القانون هنا، فما ندرس نقوله أن هو في مشكلة. نحن لدينا أيضا، لو سمحتي لي نصف دقيقة، تفضل. الطرح في الولايات المتحدة يعني 2% من اليهود الأمريكيين المتنفذين بسبب تعليمهم، بسبب قدراتهم، بسبب أنهم الأفضل في كل مجال، من المحاماة إلى المحاسبة إلى الطب إلى العلم. كل سنة جائزة نوبل يجب أن يكون فيها علماء من اليهود، أنهم يهتموا بالعلم، ويبدو أن هذا شيء تاريخي عندهم. ولكن هؤلاء ينشرون فكرتين أساسيتين في المجتمع الأمريكي، المتقبل لفكرة إسرائيل والمتقبل أيضا لفكرة احتلال أرض الغير. لأن في أمريكا يقولوا when you lose the war you lose the land، عندما تخسر الحرب تخسر الأرض. ولاية تكساس التي أقيم فيها هي أساسا جزء من المكسيك كان اسمه تيخونا. عندما حاربت المكسيك أمريكا وخسرت الأرض، أصبحت هذه الأرض جزء من الولايات المتحدة الأمريكية. فالفكرة بتاع عدم احتلال أراضي الغير عندما تخسرها في الحرب، كيزنجر قال للرئيس السادات أنت خسرت الحرب وخسرت الأرض، فلا تستطيع أن تشترط شروط المنتصر. النقطة الثانية أن هم يقولوا للأمريكان أن إسرائيل هذه أقامها أحفاد الذين نجوا من المحرقة الهولوكوست الهتلرية، وبالتالي يجب حمايتهم من أن تحدث محرقة. وحضرتك لاحظتي لما بلينكن تحدث بجوار نتنياهو قال له أتحدث لك كيهودي، جده هرب من المحرقة. الربط المنطقي هنا. الشيء الثالث أنهم يرسخون الفرق بين النموذجين، ودعيني أكون صريحا وموضوعيا. هم يرون في إسرائيل الصهيونية، وكما قلت لك هم لا يرفضوا الصهيونية مثل نرفضها نحن، يرون فيها نموذجا سياسيا ديمقراطيا، فيه برلمان، فيه انتقال السلطة سلميا، فيه قانون، فيه بينهم هم قانون، ليس تجاه الفلسطينيين حتى أكون واضح، ولكن بينهم هم لديهم معارضة. اليوم لو تقولي لي مين معارضة في إسرائيل نقول لك اسمه الاثنين ثلاثة المعارضين. ولكن النموذج العربي بالمقابل، يأتي الحاكم العربي للولايات المتحدة، هذا من انتخبه ما انتخبه أحد. طب مين المعارضة بتاعه في السجن؟ ما عندهاش معارضة، هربين برا. طب حيقعد يحكم كم سنة؟ يحكم دائما. فتصبح القصة أمام الرأي العام الأمريكي هي زي الفيلم الكاوبوي والهنود الحمر. نحن أقرب للكاوبوي بوجداننا لأن لابس بنطلون، مش الهنود الحمر عام الريش. يصبح النموذج العربي القمعي الغير ديمقراطي الذي لا يؤمن بالحريات، الذي يقعد فيه الرئيس بما فيهم صديقنا العزيز محمود عباس، يصبح رئيس 30 سنة 40 سنة. ما فيش أمتى آخر مرة أجريت انتخابات في فلسطين؟ إذن هم يركزون على هذه القضايا ويبرزونها دائما. فأمام الرأي العام الأمريكي أمامنا معركة خطيرة جدا وصعبة جدا، معركة صعود جبل، لأن هم يتصوروا أن هؤلاء العرب هم يعني ناس متخلفين قانونيا وسياسيا. طيب سيد محمد البوسي، حقوق ما لهمش حقوق هذا موضوع آخر. احتلال أرض الغير بالقوة هذه قصة ما تمشيش مع الأمريكي. إذا كان قلت لك كاليفورنيا، أريزونا، نيفادا، نيو مكسيكو، تكساس، هذه كلها أراضي مكسيكية خسرت المكسيك الحرب. طيب. فدفعت لها الولايات المتحدة، عفوا، دفعت لها مبلغ في معاهدة سلام
وأخذت كل هذه الأراضي لها، فلا تستطيع أن تستند إليها وتنام مرتاح في الليل وتقول لا القانون الدولي يقول أن ما فيش احتلال للأراضي الغير بالقوة، لأن أكبر قوة في العالم قامت على احتلال أرض الغير بالقوة. الأرض التي يعيش عليها كانوا فيها قبائل الشيان يعني جنود الحمر. طيب سيد محمد بوسير ابقى معنا، وصلت الفكرة. أعود مع سيد عاشور شوي. سيد عاشور، المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط يؤكد أن الوضع سيكون مروعا إذا استمر عدم دخول الإمدادات إلى غزة، وأن هناك كارثة إنسانية هائلة تصنع أمام الأعين، وكنت تبعت أكيد عشية اليوم كيف تم قصف معبر رفح من الجانب الإسرائيلي. برأيك لماذا الضغوطات العربية والدولية بخصوص فتح ممرات لغزة ووقف القصف لم يلقى أي أذان صاغية من الاحتلال في خرق لكل القوانين وتحد أيضا لكل المواثيق؟ هو يعني زي ما قلت لك، نحن في أول الخطوات اللي أخذتها إسرائيل بعد الضربات الأولى كردة فعل، قامت بحصار على منطقة غزة بالذات من حيث المياه، من حيث الكهرباء، من حيث الإمدادات إلى آخره. نحن نعرف جيدا، قلت لك من شوية، أن معبر رفح هذا مهم جدا بالنسبة لإسرائيل، وعلى أساس فيه الحركة وتأتي من شككتها مصر وإلى آخره. لو قفل مع هذا الحصار، مع هذا الكسب بالمدفعية وبالطيران وبكافة أنواع الصواريخ وإلى آخره، هتكون كارثة كبيرة جدا. يعني بمنتهى الصراحة، يعني يجب أن يكون في حراك، وخاصة أن بدأت فيه وعي لدى العديد من الشعوب، سواء الأوروبية أو أمريكا اللاتينية أو إلى آخره، بدأت توعى وتشعر أن هناك شعب مظلوم، شعب قاعد الآن محتل وعدو يملك الإمكانيات ويدمر فيه. طيب أعود مع سيد زيد الأيوبي. سيد زيد، مسؤولون إسرائيليون يرون أن خلق أزمة أو كارثة إنسانية في قطاع غزة هو ضرورة اليوم لتحقيق الهدف والمخططات الإسرائيلية، والتي كما يظهر أيضا حتى على المستوى الدولي بالنسبة لعديد الدول وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، أن حياة المدنيين ليست متساوية بالنسبة إليهم، حتى أن ردود الفعل لم تكن نفسها بالنسبة ل يعني عدد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة وعدد القتلى الذين سقطوا في الأراضي المحتلة. يعني هذا ليس غريب عن الاحتلال الإسرائيلي، يعني الاحتلال الإسرائيلي ليس لا يهمه أي نوع من أنواع الجرائم يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويأمن من العقاب. الواضح أن القوى الكبرى على مستوى العالم، أمريكا، بريطانيا إلى آخره، لا يريدون معاقبة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ما الذي يمنعه من ارتكاب مثل هذه الجرائم، طالما أنه المحاكم الدولية الجنائية الدولية على المزاج وتفصيل حسب الطلب. أنا في اعتقادي أنه المجتمع الدولي لا زال مقصر بإنصاف الشعب الفلسطيني. احنا شعب نذبح من 75 عام الى اليوم، اطفال، نساء، شيوخ، هجرنا من اراضينا. اكبر هجره بالشرق الاوسط هجره قصريه. احنا 48 800 الف فلسطيني هاجروا من اراضيهم ومن بيوتهم. اليوم الفلسطينيين عددهم 7 مليون المهجرين خارج فلسطين. عندنا اكثر من، خليني احكي لك، 80 الف اسير منذ قيام الاحتلال الى اليوم. كل هذه الجرائم ترتكب على مرأى ومسمع العالم. اطفالنا محرومين من براءتهم، محرومين انهم يعيشوا مثل باقي اطفال الكون، مثل باقي اطفال كل الكره الارضيه. العالم طيب يتفرج علينا، لا احد ينصفنا ولا احد يعطينا حقنا. نحن كل ما نريده
طلب صغير من هذا المجتمع الدولي. نحن لا نريد أن نكون عبئاً على أحد، نريد دولة صغيرة نعيش بها بكرامتنا على أراضينا المحتلة عام 1967. دولة، اسمحي لي، دولة لا في 30 ثانية سيد زيد، دولة لا تمارس أمريكا في مكانتها، دولة لا تمارس بريطانيا في مكانتها، دولة غير نووية. نريد دولة تحفظ لنا كرامتنا، ولا نريد أن نعتدي على أحد، ولا نريد لأحد أن يعتدي علينا. إحنا مش طالبين إشي لا يمكن تحقيقه، ولكن بكل أسف يعني الأمريكا من جهة، البريطانيين من جهة، الإسرائيليين من جهة، الكل يرفض إعطائنا حقوقنا. هذه باختصار هذه القصة. واضح، شكرا جزيلا لك. الحقوق تفتك سيد زيد الأيوبي، ونتمنى النصر للمقاومة في فلسطين ولكل أهالي فلسطين أن يعودوا إلى ديارهم، وأن تنتهي هذه المحنة وتكون دولة فلسطين مستقلة وحرة. شكرا جزيلا لك سيد زيد الأيوبي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من فلسطين. الشكر أيضا للسيد عاشور شويل وزير الداخلية الأسبق ورئيس تيار ليبيا للجميع، وللسيد محمد البوسير المحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم متابعينا، وفي أمان الله.